طبعا لي انا سيد كره السله بالنادي الاهلي، ويمكن طبعا معانا دلوقتي يمكن اصحاب الفضل زي ما نقول، طبعا امهات اللاعبات المميزات اللي ليهم دور كبير جدا، وزي ما بنقول هي عائله النادي الاهلي الرياضيه. معانا كمان يمكن والده كابتن جنى مصطفى ووالده الكابتن رنا وياسمين علاء وزوج كمان الكابتن ايهاب الالفي. ابدا مع والده الكابتن جنى مصطفى. طبعا في البدايه حابه تقولي ايه لجنى وللفرقه على المجهود والاداء الكبير ده؟ اقول لهم الف مبروك، وكنت اتمنى النهارده كمان يكسبوا، لكن انا سعيده بان هم يعني ان هم الحمد لله ما فيش ولا ماتش خسروه، بس النهارده ما كانش في توفيق خالص، ما كانتش ماشيه معاهم. كنا الف الف مبروك ليهم، وان شاء الله عقبال الكاس والدوري باذن الله. دوركم لا يقل دور عنهم وعلى المجهود اللي بيعملوه في الملعب، بالعكس انتوا دوركم اكبر من كده، خارج وداخل الملعب ودراسه وحاجات كتيره جدا، يعني دوركم كبير جدا، واكيد بنوجه لكم الشكر، وكمان هم اكيد هيشكروكم على حاجه زي كده. والله هم بيتعبوا اكتر مني، احنا بنتعب وهم بيتعبوا، وهم برضو عليهم لود كبير جدا، جامعه ومعسكرات وتدريب وامتحانات وضغط، واحنا بنحاول نساعدهم، بناخدهم معانا، نوسع لهم، نجيبهم، بنحاول نوفر لهم وسائل الراحه زي ما بيقولوا، لكن هم برضو بيتعبوا جامد جدا. ربنا يعني ممكن تقولي لجنى الفتره اللي جايه بتتمنى لها ايه الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي؟ مع النادي الاهلي ربنا يوفقها ان شاء الله، عندهم كاس ودوري، دول حاجه مهمه جدا. احنا السنه فاتت خدنا الكاس، نتمنى ناخده السنه دي كمان، والدوري بقى ان شاء الله بيبقى بتاعنا باذن الله. باذن الله. كمان معانا والده رنا وعلاء وياسمين علاء. انت عندك بقى دور كبير شويه يعني هنا في الفيرست الدرجه الاولى، وكمان في الناشئين، شايف في 18 كمان، ده بيسبب عليكي ضغط كده، ولا انت يمكن قادره ان انت طبعا تعملي كل حاجه بصدر رحب، لان هم ابطال ودي الحاجه المميزه جدا؟ الحمد لله نحمد ربنا، هم طبعا مجهود ليهم هم، واحنا واقفين معاهم وبنساعدهم في ظهرهم، وربنا يكرمهم يا رب ويكرم البنات كلها، ومجهود كبير، وكابتن ايهاب الحمد لله واقف معاهم، ويعني ده مجهود نقول ايه 30 40 نفر. الصعوبات اللي بتقابلك مع الابطال بتوعنا البنات، هل بتقابلك صعوبات ولا يعني الامور ماشيه ازاي؟ يعني احنا الماتشات ديت انا بجري 16 هناك في صد 6 اكتوبر، وبجري هنا عشان الحق رنا هنا، فالحمد لله يعني نحمد ربنا، وهم البنات كويسين يستاهلوا كل خير. بتتمنى لهم ايه ورسالتك ليهم ايه يعني حابه الفتره الجايه في انهي مستوى ان شاء الله؟ ان شاء الله يعملوا اكتر من كده، ويكللنا يعني ان شاء الله مجهودهم بالنجاح، وربنا يوفقهم في كليتهم وفي ناديهم باذن الله. ميرسي جدا ربنا. معانا كمان زوجة الكابتن ايهاب الالفي النهارده، يمكن هو العريس زي ما بنقول، طبعا المدير الفني بنبارك له طبعا، وبنبارك لك، مجهود كبير بالنسبه للكابتن ايهاب، عامل توليفه مميزه جدا، وكمان انت حابه تقولي للكابتن ايهاب الالفي؟ اقول له الحمد لله يعني ان ربنا كلل مجهودك، لان التدريب دي مهنه شاقه وصعبه جدا جدا، بتاخد من اعصابه ومن صحته ومننا كمان، احنا يعني منعزلين عنه تماما، وموفرين له كل الوقت ان هو يتفرغ لفرقته، لان هم بنات مش يعني مش اي بنات، هم بنات من الماظ الحقيقه، لان هم كل واحده فيهم اللي في طب واللي في هندسه واللي في كل الجامعات الصعبه، وبرغم كده ربنا يعني بيلتزموا بالتمرين، ومعانا فعلا رجاله، ايهاب حولهم لرجاله حقيقي بجد. وبدعيله ان هو ان شاء الله ربنا يوفقه في كل البطولات السيزون السنه دي، لان فعلا من يتقي الله بيجعله مخرج باذن الله يعني. فانا متوسمه له كل الخير، لان ايهاب في كوتش ممكن يكاتشن بس، وفي كوتش يدرب بس، ايهاب ربنا مديله موهبه انه عنده الاثنين، يكاتشن ويدرب الاثنين في نفس الوقت، وكمان اب فوق كل ده، يعني هو اب مش لينا يعني احنا كاسرته الصغيره، لا هو اب لكل الجهاز اللي ماسكه في النادي الاهلي، من اصغر اولاد صغيرين من السنين الصغيرين لحد الفيرست. بتمنى له التوفيق، وبتمنى لكل بنات النادي الاهلي التوفيق في كل البطولات، وان شاء الله باذن الله يعني يحميهم ويحفظهم من كل الاصابات، وكل البنات اللي اتصابت يعني انا افتقدت جدا سهيلة، يعني زعلت عشانها جدا، ومكانها طبعا مقصر، وبقيه الاصابات برضو يعني كمان على ما اتذكر ان كابتن بنت اسمها ايه مش فاكره، برضه في عدد كبير من الاصابات الحقيقه اثر علينا طبعا على هزيمتنا النهارده، بس النهارده الهزيمه دي ان شاء الله هتدينا دفعه كبيره للوقت اللي جاي، وان شاء الله باذن الله نوعد الاهلي ان باذن الله كل البطولات تبقى بتاعتنا باذن الله. الف مبروك. كل الشكر طبعا والتقدير لكل اولياء الامور المميزات طبعا واللاعبات المميزات للنادي الاهلي. مستمرين مع كابتن هيثم السعيد وتغطيه خاصه هنا ولقاءات مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي ابطال بطوله الدوري المرتبط. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب. الحقيقه في خبر